عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا بخير. سنة سعيدة لكل مرأة مغربية بالمناسبة عيد المرأة. إن شاء الله اليوم بغيت نشارك معكم الطاجين المغربي 100% بحكم اليوم جالسة من الخدمة، وقلت علاش لا ندير واحد طويجين يكون زوين ومنوع وبواحد شرمولة تجي بنينة تيجي معلق، ونتمنى تعجبكم الطريقة باش تنديرو. تيجي بحال ديال الزنقة وتيوجد في أسرع وقت. ندوزو المقادير والطريقة. بسم الله، هنا أول حاجة غادي ندير البصلة مشلضة، غنشلضها كما تتشوفو. من بعد ما شلطت البصله غنير نديرها في الطبسيل وغنحطها على جنب. وغادي ندوز للثومه والقزبره ومعدنوس. اول حاجه غادي نطحن الثومه بشويه ديال الملح، طحنتهم مزيان، ونزيدو الربيع على ديك الثومه. نطحن كل شيء، هنا باش نوجدو الشرموله ديالتنا اللي غنشرملو بها الدجاج والخضره ديالنا. هنا كما تشوفوا غادي ندوزوا المقادير. هنا عندنا الخرشف بعد ما نقيته وغسلته بالحامض، عندنا الدجاج، عندنا البصله مشلطه، عندنا خرز دواور، عندنا جلبانه، عندنا القوق منقي، هنا الربيع ديالنا مع الثومه، سكينجبير، البزار، الملح، الخرقوم بلدي، زيت المائدة، زيت الزيتون، حامض مصير. هنا غادي نديرو بانيو وغادي نوجدو الشرمولة ديالتنا اللي غادي نشرملو بها الدجاج. اول حاجة نرقدو الدجاج في الشرمولة، نربيع نديرو القياس على حساب شنو شحال عندكم ديال الخضره. وهادي غنديرو شويه ديال الماء، غادي نديرو العطريه ديالنا كما تتشوفوا، غنديرو البزار، باش تعرفوا راه الطاجين تيبغي العطريه باش يجي بنين. نديرو سكينجبير، خرقوم بلدي، الملحه. هنا ما غنكثرش الملح حيت فايت درت شويه مع الربيع والثومه. كما تتعرفوا الطاجين ما تيبغيش الملح بزاف حيت يجي شارب. وغادي نخلطو. هنا غنقطعو ربع ديال الحامض، ربع غنديرو والربع غنخليه تنديرو من الفوق. وغادي نشرملو الدجاج. انا ما غاديش نزيد الزيت،
غندير غير العطريه والربيع وغنشرملو الدجاج ديالنا. كل ما شرب هذيك العطريه حتى تيجي بنين. الا لقيتو كديرو تشرملو الدجاج هو الاول وتخليه عاد تنقيو الخضره. وهذا انا هنايا باش بغيت نوريكم الخضره كاع تقريبا اللي غادي ندير. وغادي ندوزو للطاجين، نستفو الخضره، غادي نديرو بصله بشلطه هي لتحت نفرشوها، وغادي ندوزو الزيتون، غندوزو الخيزو مقطع دواور، وغادي نصفو، عفوا سمحوا ليا، كما تشوفوا صراحة انا هاد الطريقة تنعتمدها في الطاجين ديالي، تيجي بنين وتيجي معلق وسريع في التحضير، يعني دغيا تيوجد. زعما تتشرملي كلشي تديري تدرطي على الطاجين على العافية مهيلة وتتخليه يطيب على مهلو. الا كنتو مثلا صباح هذا اول حاجة ديروها ردوا الطاجين يطيب، وعاد الانسان يجمع الدار يدير يغسل الماعن اللي غيدير شي حاجة يديرها عاد باش يطيب الطاجين تيبغي الوقت. وبالخصوص الا كانت الخضره وداك الشيء تنحاولوا ما نديروش الماء بزاف، تنديروا غير شويه وتنخليو الخضره ديالنا الماء ديالها تطيب. هنا تنزيدوا جلبانه وحنا غادي نستف الخرشف كما تلاحظوا، غادي نستف الخرشف، غادي نستف القوق، وغادي ندير الحامض مصير، وعاد غندير الشرمولة ديالتي في الاخير من الفوق كما غتلاحظوا معنا في الفيديو ديالنا. من بعد ما استفنا الخضرة ديالنا الخرشف ودرنا القوق ودرنا الحامض مصير، واحد الفلفلة حارة تتبقى اختيارية الى بغيتو ديروها، تنزيدو زيت المائدة وزيت الزيتون من الفوق كما تتلاحظو،
ومن بعد غادي نخويو الشاموله ديالنا بشويه، غنوزعوها على الخضره ديالنا كامله، غنديرو على القوق على الخرشف باش حتى الخضره ديالنا تشرب العطريه والشرموله وتجي بنينه كما تلاحظوا. ومن بعد غادي نديرو على نار مهينه وخليوه يطيب على خاطرو، نغطيوه ونخليوه يطيب على خاطرو حتى يوجد. هانتوما تتشوفوا معايا الشكل النهائي ديال الطاجين كي تيجي مشرمل، وفي النظره تيجي زوين، المذاق خلاص ما نقول لكمش. نتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعليقات. ها هو من بعد ما طاب وطفيت عليه الطاجين راكم تتشوفوا ناشف من الماء، انا ما درت فيه لا ما لا حتى شي حاجه، خليته طبيعي في هذاك الشيء ديالو غير الماء ديال الخضره كما تشوفوا. درت عليه شويه في الاول مع الشرموله باش تطلق لي شرموله وصافي. ها هو غدايا ديال اليوم، وقبلوا عليا وعصير درت ديال الحامض والليمون، درتهم بجوج الحامض والليمون. نتمنى تشاركوا الخبز ديال الدار ديال الزرع، وشكرا لكم بزاف.